أما رجب فإنه لم يرد في تخصيصه بصيام ولا قيام، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في رجب أو في فضل الصيام في رجب كلها أحاديث ضعيفة جدا، بل قد قال بعض العلماء إنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة، بل التي قيل إنها موضوعة لا يحل لأحد أن يعتمد عليها فيخص رجب بصيام أو صلاة، لا، لأن ذلك بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأمثل ما قيل فيه من الأحاديث الضعيفة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولكن هذا أيها الإخوة واسمعوا ما أقول، هذا حديث ضعيف منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلته لكم لأنه يوجد في بعض أحاديث الوعظ يوجد هذا الحديث فيها، ولكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.